سعداء بلقائكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في نشرة أخبار الظهيرة نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط وتتابعون فيها. اليوم تفتتح الدورة الاستثنائية للبرلمان، دورة ستنكب على دراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا تهم أساسنا الحماية الاجتماعية ومشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية. سنة مرت على اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلادنا، فبالإضافة للإجراءات الاستباقية المملكة تسارع الزمن لإنجاح حملة التلقيح مناعة الجماعية. وبإقليم سيدي قاسم تتواصل عملية معالجة مختلف الزراعات الخريفية التي تتكون أساسا من القمح الحبوب والقطاني، وذلك لحمايتها من الطفيليات والأعشاب الضارة. مرحبا بكم من جديد. خلال هذه النشرة يحضر معنا البروفيسور مصطفى ناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19 ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. بروفيسور أهلا بك معنا. شكرا سي مهدي على الاستضافة. البداية بالشأن التشريعي، حيث يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة استثنائية، وستنكب هذه الدورة الاستثنائية على دراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا تهم أساسا المنظومة الانتخابية والحماية الاجتماعية. هذه الجلسة تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية جاهزة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة. الدورة الاستثنائية للبرلمان ستنعقد في ظل رهانات عديدة مطروحة أمام المؤسسة التشريعية، عنوانها الأبرز المصادقة على مشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، مشاريع خلقت نقاشا واسعا داخل الأحزاب السياسية، إذ أن هناك نقاطا خلافية ما تزال عالقة تهم أساسا مبدأ المناصفة، القاسم الانتخابي والعتبة. حفيظ الهواري، في النشاكر العلوي، وعبد العالي جنوني. مجموعة من القوانين التنظيمية تطرح للنقاش أمام مجلس النواب، فهي تضم مقتضيات جاءت لتحقيق حكامة انتخابية وتطوير أداء المنتخبين على مستوى المؤسسات الانتخابية التي ستتمخض عنها استحقاقات 2021. وإذا كانت بعض القوانين قد تم الاتفاق بشأنها، فهناك نقاط خلافية لا زالت عالقة، خاصة ما يتعلق بلائحة الشباب التي كانت موجودة في إطار 30 مقعد. اليوم ما نراه من خلال مشروع قانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب طبعا أو بالجماعات الترابية، هناك طبعا على هذا المستوى تحديد لائحة جهوية وتخصيص الثلث الذي كان مخصص للشباب هو للنساء، وأصبحت اللائحة تتكون من جزئين. فاليوم دستور 2011 ينبغي أن نؤكد جميعا على أن المناصفة أصبح مبدأ دستوريا لا مفر منه، وعلينا أن نروض السياسيين حتى يقبلوا بأن المناصفة هو مبدأ حياة ومبدأ سياسة ومبدأ قانون ومبدأ عيش ومبدأ دولة. الهدف من هذا القانون تحقيق مبدأ المناصفة من خلال ضمان ثلث المقاعد للنساء. هناك نقاط خلافية أخرى مثل القاسم الانتخابي والعتبة. القاسم الانتخابي هو طبعا منع، هو المعدل الذي على أساسه يتم توزيع المقاعد. هناك من يذهب على أنه يجب احتساب القاسم الانتخابي من خلال الأعداد المسجلة على مستوى، من يذهب الآن من خلال أعداد المصوتين أي الأصوات الصحيحة بعد يعني حذف الملغاة، وهناك من الآن جاء بضرورة احتساب أعداد يعني على أساس أعداد المسجلين باللوائح. إذن أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة محددة لطبيعة الإصلاحات ومحددة لطبيعة الديمقراطية التي نريد، فهل لا يمكن أن نقبل بديمقراطية بدون ديمقراطيين؟ فعلينا أن نغير عقليات السياسيين وعقليات زعماء الأحزاب، وأن ننتقل بالمغرب إلى عن طريق التوافق إلى مغرب أكثر يعني انفتاحا وأكثر أخلاقا على المستوى السياسي. ستعرف إذن قبة مجلس النواب نقاشا ساخنا سيحدد ملامح العملية الانتخابية القادمة وما ستفرزه من نخب سياسية.
وفي موضوع آخر، قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء على الساعة 9 ليلا. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. كما يأتي القرار وفقا للبلاغ إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية. وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى 3,568,670 شخصا، إضافة إلى 232,980 شخصا تلقوا الحقنة الثانية. أما عدد الإصابات بكوفيد 19 المسجلة إلى حدود الساعة 6 من مساء أمس فقد بلغ 112 حالة جديدة، مع تسجيل 299 حالة شفاء و14 حالة وفاة. مرت سنة على اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلادنا. عداد الوباء منذ ذاك الحين واصل الارتفاع، سرعته تمكن المغرب من تخفيضها بفضل الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية. واليوم تسارع المملكة الزمن لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح في أفق مناعة جماعية ترفع القيود وتساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها. تقرير دعمه ويوسف مزياني. التحاليل المخبرية كتأكد أن المصاب عنده كورونا فيروس. سنة مضت على ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا، حدث استثنائي جعل المغرب يجند كل طاقاته لمواجهة الوضع الصحي الذي أفرزه وباء كوفيد 19. فقبل أن يصبح الفيروس أمرا واقعا، تم اتخاذ قرارات استراتيجية شكلت خارطة طريق لتدبير الأزمة. بفضل السياسة والتدبير الحكيم ديال سيدنا الله ينصرو، كانت واحد الاستباقية في اتخاذ الإجراءات، وهذا اللي جعل أنه نقدروا نوصلوا لهذه النتيجة اللي وصلنا لها. لأن الفيروس سريع، إلا بقينا كنتسناو حتى نشوفوا المخلفات ديال الوباء على المستوى الدولي ونستنتجوا ونستخلصوا ونديروا الإجراءات ديالنا، غيكون فات علينا الفوت. القدرة المخبرية الوطنية كانت على أتم الاستعداد لتشخيص كورونا فيروس، حيث كان الخبراء المغاربة على أهبة الاستعداد للتعامل مع ظهور حالات الإصابة، وأيضا التعامل مع أي تطور للحالة الوبائية. كنا كنقولوا دائما واش عندنا القدرة المخبرية باش أننا نشخصوا هذا الفيروس هذا إلى جنان البلاد. إذن هذا هما اللي كنا كنشوفوه مع السيد المسؤول على قسم الفيروسولوجيا بروفيسور مزيد، اللي كان كان مع ليكيب ديالو كنجتمعوا تنقولوا واش عندنا. اذا منين بان هذا المستجد هذا، كانوا ديجا هما داروا اتصالات ديالهم مع المختبرات اللي كانوا شي 5 أو 6 في العالم اللي كانت عندهم القدره انهم يديروا الدياغنوستيك. وبحكمته وتبصره ورؤيته الاستشرافيه، تتبع جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الوضع الوبائي عن كثب، مع إرساء المزيد من الإجراءات لمواجهة تطور الوباء والاستفسار عن أدق التفاصيل المرتبطة بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية على المستوى الوطني وتوفير جميع المستلزمات الصحية. هذه الطريقة باش دبرت الأزمة هي كانت ناتجة على واحد الدعم سيدنا الله يسرو صاحب الجلالة، كان نرصد واحد الحساب خاص لتدبير الأزمة وخاص للقطاع الصحة لتجهيز البنية التحتية ديالو والدعم الحاجيات ديالو باش نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه، وكان واحد التجهيز واحد الظرف وجيز. أول مرة كنشوفوا التضامن ديال المغاربة كاملين وواحد الثقة اللي رجعت للمواطن في السياسة ديال الدولة ديالها، فبالتالي شجع أكثر المزيد من العطاء. الطواقم الصحية شكلوا منذ بداية الأزمة جزءا هاما من الصفوف الأمامية في معركة كورونا، لذلك دعمهم بما يلزم لمواجهة الوباء كان أولوية قصوى. التضامن والاستباقية والتعبئة الشاملة كانت عنوان المرحلة، ولإنجاح تدبير الوضع الصحي جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
أعطى تعليماته السامية بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة كوفيد-19، حيث قدمت الصحة العسكرية الدعم والإسناد في كل مراحل الأزمة. إلى جانب ذلك، انخرط المغرب في تصنيع الكمامات الواقية وأصبحت متاحة للمواطنين المغاربة وبأثمنة زهيدة، ثم وصل صيتها العالم. وداخل الجامعات والمختبرات وضمن اللجن الوطنية لكوفيد-19 استمر التمحيص والنقاش والبحث لتحليل الحالة الوبائية والبحث عن أجوبة فرضها سؤال الوباء، إلى أن ظهرت تباشير أمل يلوح في الأفق. إنه اللقاح، فقد انخرطت بلادنا في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 واستطاعت أن تحجز مكانا آمنا في السباق العالمي نحو اللقاح بفضل الشراكات الاستراتيجية التي ضمن من خلالها المغرب الحصول على جرعات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، حيث يتوصل المغرب بجرعات اللقاحين تباعا وفي أجال معقولة. وها هو يتجه بكل ثقة نحو تلقيح كل المواطنين بعد أن أعطى جلالة الملك محمد الأستاذ حفظه الله الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح، استراتيجية اعتمدت على المجانية والتدرج. على مدى سنة كاملة عاش المغرب تجربة لم تنتهي تفاصيلها بعد، ورغم الصعوبات التي فرضت الأزمة الصحية استطاعت بلادنا تحقيق مكاسب أصبحت حديث العالم. وكما سبق وذكرنا مع بداية النشرة، يحضر معنا البروفيسور مصطفى ناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19 ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني. بروفيسور، أهلا بك معنا مجددا. شكرا للأخ مهيب على هذه الاستضافة، وشكرا للقناة الأولى كذلك على الاستضافة. مرحبا بك. إذن بروفيسور، كسؤال أول، ما قبل ظهور فيروس كورونا المستجد ببلادنا وكذا منذ ظهور أول حالة، يعني خلال سنة كاملة اتخذت بلادنا عدة إجراءات احترازية وتدابير استباقية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى أي حد ساهم كل هذا في الحد من انتشار فيروس كورونا؟ وفعلا دابا مضت سنة كاملة منذ 2 مارس اللي هي اليوم ذكرى ديال اول حاله نقدروا نقولوا ظهرت في المغرب. كانت واحد المجموعه ديال التدابير وواحد المجموعه ديال الاجراءات الاستباقيه بفضل النظره المولويه والنظره الاستباقيه ديال صاحب الجلاله، اللي اعطى منذ البدايه واحد الاهميه لهذا تدبير هذه الجائحه، وعطى الأولوية للشق الصحي ديال المواطن، وعطى أولوية كذلك للشق الاقتصادي. وكانت واحد النظرة سباقية بأنه بحيث المغرب منذ البداية دار واحد شراكات مع عدة مختبرات وعدة شركات اللي جعلونا اليوم يعني تنتجوا الثمار ديال هذه المجهودات، لأنه لولا هذيك النظرة الاستباقية، وراه تتعرفوا حتى المكالمة ديال صاحب الجلالة مع الرئيس ديال الصين، لما كان اليوم عندنا هذا الحظوظ بأنه احنا في واحد المكانة، لأنه عالميا عندنا واحد الرتبة تقريبا 10، وتنفوتوا من بعض الدول الأوروبية، وكذلك أول دولة إفريقيا اللي عندها هاد المتابعة. وهذا شيء كله ترجع لهاد النظرة الاستباقية. فنقدر نقول لك المغرب الآن الحمد لله في واحد المكانة اللي هي مريحة، ولكن حذري، خصنا نستمروا، لأنه ما نقولوش بأنه غنا في واحد يعني المكانة مريحة ونبدأ نترخوا، راه خصنا نزيدوا في هاد التدابير أكثر من أي وقت مضى. بروفيسور، بلادنا في سعيها لتحقيق المناعة الجماعية أعطت منذ أزيد من شهر انطلاقة الحملة الوطنية للتلقيح، وبلادنا كانت سباقة كيف ما قلتي إفريقيا، هذه محطة أخرى في تدبير الجائحة، شنو هي الأهمية ديالها؟ وهي فعلا احنا المغرب الحمد لله كاينة واحد الهيئة اللي تتسهر على التلقيح، وكاينة واحد البرنامج اللي عملتها وزارة الصحة، وزارة الداخلية، والهيئة اللي تتسهر، اللي من خلال هذا المنبر تكون واحد التحية خاصة لأدخل الطبية
وكذلك الممرضين وجميع الأجهزة اللي ساهمت في التلقيح، لأنه كاين واحد التنظيم اللي هو محكم، واليوم الحمد لله حنا تنوصلوا يعني تقريبا 3.5 مليون الناس اللي خضوا الجرعة الأولى، وكاين 169,000 الناس اللي خضوا الجرعة الثانية. فهذا الشيء كله، هذا الشيء تعني بأنه تقريبا حنا عندنا 10% الناس اللي خضوا اللقاح اللي بيدينا المناعة الجماعية اللي خصنا 70%. فبالطبع إلا بقينا غاديين، لأنه داك الشيء منظم، والناس اللي تيوصلهم المواعيد تيجيو تياخذوا اللقاح ديالهم. وبالطبع كاين واحد تنقتربوا من الموعد، لأنه تنقولوا هاد المناعة الجماعية غادي تكون عندنا نهار 15 مايو، إلى الأمور كلها هي مشات على ما أحسن من يرام وجميع التدابير تخضات، وحنا راه في الطريق الصحيح. نعم بروفيسور، يعني طيلة سنة كاملة كيف ترون تعامل ومدى استجابة وانخراط المواطنين مع التدابير المتخذة، وشنو هو المتعيل القيام به في الأيام المقبلة؟ وهو فعلا هذا هو كذلك يكون تنويه المواطن المغربي، لأنه المواطن المغربي بين على واحد النضج دياله وبالتعامل مع الجائحة، فإنه في كل وقت لأنه فهم بأنه هذه التدابير الاحترازية لأنه عندها أساس واحد هو الحد من الحركية، وإلا قلنا الحد من الحركية معناتها الحد من انتشار ديال هذا الفيروس، لأنه خصنا نردوا البال، لأنه هذيك الحركية وانتشار الفيروس هو اللي تجعل واحد الضغط وتجعل هذاك الفيروس يتحور وتعطينا سلالات أخرى. المغاربة فهموها منذ البداية، والحمد لله الأرقام اللي تنشوفوها كلها هي أرقام خضراء اللي تبشر بالخير، بحيث المعدل ديال انتشار 0.8، المعدل ديال الإماتة مستقر 1.8، تشافي 95%، وجميع الأرقام مبشرة للخير. ولكن خصنا الحذر، ما نقولوش بأنه غير حنا عندنا هاد الأرقام خضراء، لأنه باقي يعني واحد الطريق قدامنا، وخصنا نستمروا في التدابير. وجميع والمواطن المغربي بالطبع هو الأساسي، لأنه برهن على الفعالية دياله وعلى المساهمة في من الحد من هاد يعني هاد الجائحة، وهاد جميع احترامه لجميع التدابير ما غادي يزيدنا إلا القدام باش نحققوا ديك المناعة الجماعية. نعم، إذا بروفيسور مصطفى الناجي عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19 ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، شكرا لكم على كل هذه المعطيات. شكرا الأخ مهيب. وعبر العالم، أظهرت بيانات رسمية أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا أثبت فعالية عالية في خفض العدوى بفيروس كورونا وعوارض المرض الشديد لدى كبار السن في بريطانيا، مع تراجع عدد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى بأكثر من 80%. التفاصيل مع خالدة الأحمدي. اللقاح البريطاني ضد فيروس كورونا المستجد أسترازينيكا أوكسفورد يضمن الحماية من التقاط العدوى بنسبة تتراوح ما بين 60% و73%، فيما تتراوح نسبة فعالية لقاح فايزر بايونتك بين 57% و61% حسب دراسة واقعية لهيئة الصحة العامة بإنجلترا. أما فيما يتعلق بخفض العدوى بالفيروس، فتفيد بيانات رسمية بريطانية أن اللقاحين أثبت فعاليتهما في هذا المجال، وكذا في التقليل من أعراض المرض الشديد لدى كبار السن، مع تراجع الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات بنسبة تفوق 80%. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما، فجرعة واحدة من اللقاحين أثبتت فعاليتها بنسبة 80% في تجنب العلاج في المستشفيات بعد حوالي 3 أو 4 أسابيع من تلقي الحقنة، تؤكد دراسة للهيئة العامة للصحة بإنجلترا. في المقابل، رئيسة برنامج التطعيم في الهيئة تذكر بأن الحماية من الفيروس ليست تامة، وبأنه لا علم لديهم لحد الآن بمدى قدرة هذه اللقاحات على خفض مخاطر نقل المصاب بالفيروس العدوى للآخرين.
أطلق سراح جميع التلميذات 279 اللواتي تم اختطافهن من مدرسة داخلية الجمعة الماضي في ولاية زنفرة بشمال نيجيريا خلال هجوم نفذه مئات المسلحين على مدرسة البنات الثانوية الحكومية. وأعلن أن الفتيات يتمتعن بالحرية ووصلن إلى مقر الحكومة بصحة جيدة. وكانت نيجيريا قد شهدت 4 عمليات خطف طلبة واسعة النطاق في غضون أقل من 3 أشهر، ما أشعل الغضب حيال الحكومة وأعاد إلى الأذهان عملية خطف مئات التلميذات عام 2014 والتي أثارت صدمة في العالم. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي نزول زخات رعدية قوية اليوم وغدا الأربعاء بعدد من أقاليم المملكة، ستتراوح مقاييسها من 40 إلى 70 ملمترا وستهم الحسيمة الدريوش والناظور، كما ستهم زخات رعدية قوية من 30 إلى 40 ملمترا تطوان وشفشاون. زخات أخرى مقاييسها ما بين 30 و 50 ملمترا ستهم أقاليم وعملات بركان، جرسيف، جرادة، وجد أنقاد، تورير، تازة، فيجيج، بولمان وميدلت. أمطار غزيرة تهاطلت أمس على تطوان خلفت العديد من الخسائر المادية بعدما غمرت المياه مجموعة من المنازل والسيارات، كما تسبب تجمع مياه الأمطار بالشوارع والأنفاق من عرقلة حركة السير بالعديد من المحاور الطرقية. فن شاكر العلوي وعبد العالي جنوني. يوم استثنائي عاشته ساكنة تطوان التي وجدت نفسها محاصرة داخل المنازل بالعديد من الأحياء المتفرقة بفعل تساقطات مطرية كثيفة تسببت في غمر المنازل والسيارات بالمياه، كما أدى تجمع مياه الأمطار بالنفق تحت أرضي بالطريق الدائري على مستوى نقطة المحطة الطرقية بتطوان من عرقلة حركة السير بشكل شبه تام. دابا المدينة هذه المنطقة بوعنا كلها كذا هبط لهنا، هيا هنا انت كنشوف كتشوف الماء ما هبطش طالع. جبرت هنايا الطريق مقطوعه ما كايناش، جيت دابا اوغوزمون واحد البنت شيرات اللي قالت لي عندك تدخل من النفق. مياه الأمطار التي شهدتها تطوان خلفت خسائر مادية بالعديد من المنازل والمستودعات بمنطقة صف الحمامة السفلى، وضع لم يسلم منه هذا المعمل الخاص بالألومنيوم، كما ساكنة الحي التي حصرت داخل المنازل وسط المياه. وهذا الشيء هذا وقع من جراء هذا الماء اللي فات عليا بزاف من الشارع. حنا الماتريال كامل ضيعنا فيه، شوف كل شيء غرق، فهمتيني؟ الماتريال كامل ضيعنا فيه، كل شيء غرق، السلعه مشات، كل شيء مشانا. امطار خير لم تشهد مثلها تطوان منذ زمن، وان تهطلت على المدينه في وقت وجيز وثيرتها الاستثنائيه تسببت في خسائر ماديه كبيره. بإحدى الدوائر الفلاحية التابعة لإقليم سيدي قاسم تتواصل عملية معالجة مختلف الزراعات الخريفية التي تتكون أساسا من القمح، الحبوب والقطاني، وذلك من أجل حمايتها من الطفيليات والأعشاب الضارة لتحقيق مردودية عالية وموسم فلاحي جيد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نربط الاتصال المباشر بالسيد خالد يعقوبي رئيس قسم التنمية الفلاحية للغرب وممثل المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة. سيد يعقوبي مرحبا بكم معنا. بداية، ما هو الدور الذي لعبه انتظام التساقطات المطرية هذه السنة في النمو الجيد لمختلف المزروعات؟ شكرا ومرحبا. عرفت جهة الرباط سلا قنيطرة أمطار مهمة هذا الموسم الفلاحي، حيث وصلت تقريبا 440 ملمتر إلى حدود الساعة، يعني واحد زيادة مهمة بقدرة 125% مقارنة مع الموسم الماضي. وكان التوزيع ديال هاد الأمطار مهم وكان كيلائم النمو ديال جميع الزراعات الخريفية خصوصا الحبوب والقطاني والزراعات الكلائية اللي عطتنا واحد النمو مهم واللي كنشوفوه في خصوصا بالنسبة للحبوب القمح الطاري والقمح الصلب والشعير. سيد يعقوبي، إضافة إلى هذا، ما هي المزروعات التي تتميز بها الجهة وكيف تتم معالجتها؟
الحمد لله الجهة ديالنا موجود فيها عدة زراعات. بالنسبة للزراعات البورية كما قلت عندنا الحبوب والقطاني والفوغاج يعني ديال الكلاء، وفي المناطق السقوية عندنا جميع الزراعات من فيها زراعات السكرية، الشمندر، القصب، عندنا الزراعات الاستوائية، يعني جميع الزراعات، عندنا عدة زراعات كثيرة بالجهة ديالنا. وبالنسبة لمعالجة الأمراض بالخصوص بالنسبة للحبوب، الحبوب الخريفية يعني هي في بداية الموسم كانت هناك المعالجة ديال الأعشاب الضارة، ومن بعد منها حيت هاد التوزيع كيكون مهم بالنسبة للنمو ديال الزراعات، ولكن خصنا نتابعه بالمعالجة ديال الفطريات. ومن بعد الأعشاب الضارة كانت تما الفلاحة ديالنا قاموا بتريتمون ضد خصوصا الفطريات بما فيهم البقع السبتورية، والآن في هذه الوقيتة هذه عاوتاني خاصهم يديروا المعالجة الثانية خصوصا لهذه الفطريات اللي تكلمت عليهم. وهذا الشيء كله كاين واحد المواكبة ديال المديرية الجهوية للجهة للفلاحة والمكاتب، لا المكتب الجهوي اسمه الفلاحي ولا ديال لونسا ولا ديال لونكا، كلهم كيتزاخر المجهودات كامله باش الفلاحه ديالنا يقوموا بهاد المعالجه لهاد الامراض، باش تمكننا باش نوصلوا لواحد المردوديه مهمه مزيان، خصوصا في هاد المنطقه اللي احنا فيها في حد كورت اللي كنوصلوا فيها، واخا بوريه كنوصل الحمد لله ما بين 40 حتى 50 قنطار في الهكتار في المواسم العاديه بحال هذا العام ان شاء الله باذن الله. نعم، اذا السيد خالد يعقوبي رئيس قسم التنميه الفلاحيه للغرب وممثل المديريه الجهويه للفلاحه بجهه الرباط سلا القنيطره، شكرا لكم على كل هذه المعطيات. ختاما مشاهدينا هذا تذكير باهم ما جاء في النشره. اليوم تفتتح الدورة الاستثنائية للبرلمان، دورة ستنكب على دراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا تهم أساسنا الحماية الاجتماعية ومشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية. سنة مرت على اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بلادنا، فبالإضافة للإجراءات الاستباقية المملكة تسارع الزمن لإنجاح حملة التلقيح وبلوغ المناعة الجماعية. وبإقليم سيدي قاسم تتواصل عملية معالجة مختلف الزراعات الخريفية التي تتكون أساسا من القمح، الحبوب والقطاني، وذلك لحمايتها من الطفيليات والأعشاب الضارة. شهية طيبة، إلى اللقاء.